يبدو أن خط الغاز المصري لإسرائيل الذي أثار جدلا كبيرا سيستمر في إثارة المتاعب، فالانفجار الذي وقع صباح اليوم استهدف خط أنابيب يزود الأردن بنحو 2.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما يزود إسرائيل من جهة أخرى 40% من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه. الجيش من ناحيته قال إنه أغلق المصدر الرئيسي الذي يزود البلدين كإجراء احترازي. وتاريخ الجدل حول هذا الخط قديم متجدد، فقد أثار ردود فعل غاضبة بعدما رفض مصريون بيع الغاز الذي يذهب إلى إسرائيل بثمن بخس لا يساوي ثلث السعر في الأسواق المحلية والعالمية. وفي نوفمبر 2009 انتزع ناشطون قرارا من محكمة القضاء الإداري يقضي بوقف بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية، إلى أن الحكومة طعنت في القرار. ووفق الطعن فإن الدولة لا علاقة لها بالتعاقد، لأنه بين إسرائيل من جهة وشركة مصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق المتوسط للغاز من جهة أخرى. لكن الجدل لم ينتهي، فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في فبراير جمرة قرارات ألغت فيها قرار المحكمة القضائية بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لكنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المصرية من المشتقات البترولية أولا. الخبراء يقدرون قيمة الخسارة التي تلحق بالاقتصاد المصري جراء بيع الغاز بالثمن البخس بأكثر من 3 مليارات دولار سنويا، في الوقت الذي يكافح فيه أكثر من 40% من المصريين الواقعين تحت خط الفقر لتأمين ضرورات الحياة الأساسية وعلى رأسها الغاز والكهرباء خصوصا في فصل الشتاء.